باب اللامات. وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للظاء قبل تنزلا إذا فتحت أو سكنت كصلاتهم وما طلع أيضا ثم ظل ويوصلا وفي طال خلف مع فصالا وعمدما يسكن وقفا والمفخم فضلا وحكم ذوات الياء منها كهذه وعمد رؤوس الآي ترقيقها اعتلا وكل لدى اسم الله من بعد كسرة يرققها حتى يروق مرتلا كما فخموه بعد فتح وضمة فتم نظام الشمل وصلا وفيصلا.